بعد عنا تقريبا ساعة نحن وياكم بعالم الصباح نترافق فيها طبعا لقائنا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت مثل العادة. محطتنا التالية هي ضمن خلينا نحكي مع تانيا. صباح الخير. صباح النور. إذا سمعتي حديثنا قبل شوي مع ضيوفنا لحقت شوي إيه بهمك الموضوع جدا وقت اللي نحكي عن المرأة وتمكين المرأة وقديش فيها إنه تشيل هال ما بعرف صار في كثير صورة عن ذاتها صورة عن ذاتها إيه وتشيل هالتفرقة الكبيرة وهال هيك دائما البريشر يلي عم بتكون عليها بالمجتمع. مزبوط. اليوم كمان بهالإطار رح نكفي يعني شيء بيشبه أكيد شيء بهالإطار بإطار العمل. سمعت شوي الحديث مع ضيوفك اللي كانوا للصراحه هي مش بس بدها يعني كثير هي لانه بس نحط او نحط الحق الاساسي على المراه ونقول انه هي عدوه نفسها اوقات ايه صحيح هي عدوه نفسها كثير ما بدنا نتخبى معلش اكيد لا بس بذات الوقت في سياسات بدها تتغير هيدا مش بايدها للمراه طبعا. في يعني ما ننسى انه نحن نتاج حوالي 3-4 آلاف سنة من مجتمعات بطركية أو أبوية إذا بدك أو حتى أبوية على رجال وعلى النساء يعني في متسلط على ناس تابعينه أغلب الأوقات بتظهر على المرأة ولكن حتى على الرجال بتأثر هيدي النوع السياسي وبالتالي بدنا نغير منظومة فكرية منظومة ثقافية. اليوم رح نحكي بخلينا نحكي عن التفرقة الجندرية الموجودة بإطار العمل ويلي بتأذي المرأة وبتأذي العمل على المدى الطويل. صح. في دراسات أجرتها مؤسسة ماكنزي أند كو وهي مؤسسة عريقة وشهيرة بالدراسات أظهرت أنه مهم نحكي يعني القصص كيف طلعت فيها النساء بالعمل شو وضعهم. بتقول الدراسة أنه 18% من النساء العاملات عندهم حظ أنهم يتقدموا بدرجات الوظيفة فقط 18% مقارنة مع زملائهم الرجال يعني حتى عم نحكي مع كفاءات عالية. بيقول كمان بتقول الدراسة انه النساء مثل الرجال بيطلبوا انه يتقدموا بدرجات العمل ولكن ما بيحصلوا على هالشي مثل ما الرجال بيحصلوا على التقدم بحياتهم العملية مع انه بيطلبوا. عندنا صورة خاصة بالغرب عندنا صورة نمطية بتقول انه المرأة ما بتطلب انها تتقدم يمكن عندنا بعد مناطقنا شوي ما بتعملها ولكن بالغرب بتعملها ولكن ما بتنام هالترقية اللي هي بتسعى دائما النساء بالإطار العمل بالدراسة بيّن أنه حظوظهم أقل أنه يتم الحوار معهم على مستقبلهم بالعمل يعني الرجال بيقعدوا مع مثلا إذا المدير بيقعد مع شخص شاب بيحكي معه وين تتوقع حالك بعد 5 سنين كيف بدك تشتغل لتوصل بعد هالخمس سنين لهونيك بيحكي انه انت بقدراتك فيك توصل لهون ولهون هذا الشيء ما بيصير مع النساء صح جاي تعبي جوب معين خلاص هذا هو لك خديه ويعني وكتر خيرهم وبالتالي النتيجه التاليه هي نتيجه طبيعيه للي قلنا لها هلا كمان النساء قليل حتى نشوفهم بمواقع قيادية عالية بالمؤسسات العمل يعني CEO مدير عام مدير تنفيذي أقل بكتير كتير عليك. كتير للصراحة 5% شيء لا يذكر إذا بدك حتى أنه النساء هن بالعمل عندهم أقل ميول أنه يتبوأوا مراكز عالية لأنه عم بيشوفوا الصعوبة لحتى يوصلوا لهالمركز والاشياء المع والاشياء ضد بهالمراكز. كمان اللي بين انه لتكوني قائد بعمل ما مطلوب منك انك تكوني قاسيه وجازمه ومتطلبه. هالصفات اذا توفرت بالنساء بالعمل بصير انتقادهم كثير قاسي. يعني اذا مرأة توصف على انها قاسيه ومتطلبه وجازمه بيتهموها انها مهستره انه يي ما تكون عم تعمل PMS يعني الانتقاد عليها جدا قاسي بينما الرجل عنده نفس الصفات اوف هيدا قائد بس هيك بيعطوها صفه مسترجلة صحيح يعني إذا عندها الصفات القيادية بيلعبوا ضدها ما فهمنا بالضبط يعني إذا أنا عندي صفات قيادية وأنا موظفة بمؤسسة كبيرة هيدا الشيء بيلعب ضدي بينما زميلي يلي عنده نفس الصفات بزقفوا له هيدا الشيء موجود ومين بزقف له نساء ورجال ومين بينتقدني نساء ورجال بيتهموني بهالاتهامات اني مسترجله اني متطلبه اني مهستره الى ما هنالك في تجربه انعملت على مجموعه من الناس قروهم حاله كيس يعني باطار عمل لمجموعتين فصلوا المجموعتين عن مدير
بده يكبر شركته وبيعتمد سياسات اجريسيف، اذا بدك بوزيتيف اجريسيف، يعني سياسات هجوميه بالاعلان وبالتسويق، وبيتطلب من الموظفين والى ما هنالك لحتى يتقدم بالعمل. هاي هي القصه. بس الفرق انه عند اول مجموعه المدير اسمه هاورد، وعند المجموعه الثانيه هي امراه اسمها، هلا بلاقي اسمها، امراه اسمها لحظه هايدي. المجموعة اللي قريت القصة بلسان هاورد لقوا قائد روعي. المجموعة اللي قريت القصة على لسان هايدي لقوها انها مسترجلة، وانها ما بحبوها، ما حبوها، شخصيتها ثقيلة، ما حبوا ابدا شخصيتها. ونساء ورجال المجموعة نفس الشيء صح. وبالتالي نحن امام مشكلة اسمها unconscious bias، او الصور النمطيه اللاواعيه يعني عند حالنا، موجوده ومتجذره بكل ثقافات العالم، وعم بيجرى العمل عليها حول العالم لتتغير ولتتطور، بس ببطء شديد. يعني البعض عم يتوقعوا انه بدها 100 سنه لحتى نطلع من هالبايسز. إيه بدها 100 سنه اذا ماشيين على السرعه اللي ماشيين نحن عليها، يلي بعدنا علقانين عم نحارب التغيير يلي عم نشوفه مقابلنا بس عم نحاربه. ولكن فينا نسرع هالامور رجالا ونساء، نسعى على انه تخطي الجندرة باطار العمل على الاقل. مثلا بعرف انه بعالمنا العربي، وانا بسمعها كثير بلبنان وبالدول العربيه، في صور نمطيه جدا بشعه وجارحه وثابته عند البروفيشنالز، هي انه ما بحب جوز مره مجوزه جديد، شغل امراه مجوزه جديد، ما هلا بتصير بكره بدها تحبل وبدها تجيب اولاد وبدها تغيب. عنا هالفكره بيتجنبوا، او اذا حبلت او اذا تجوزت بصيروا ما بيخلوها تتقدم لحتى هيدي خلص قريبا رح تصير من هي بشي تاني. سامعه انا من الناس مثلا بيقولوا انه الصبيه بالا بالشغل انها بتتعرف على شاب وتنحب وتتجوز، المراه بالا العروس الجديده عبالها انه بس تجيب اولاد وتعمل عيله، بعدين بعد عمر معين بيصير كثير مأخر عليها لحتى تتقدم بالشغل، ما لها طعم بالشغل. انا سمعتهم، هو سمعتهم عم ينحكوا قدامي كامراه، يلي بينحكى يمكن بغيابنا بعد اضرب. اكيد 100%. بينما السياسات بالعالم بلشت بالمؤسسات الكبيره بلشت تتغير، بلشت مثلا على سيره الحبل وتجيب الاولاد، ما هيدا العنصر الاجتماعي الفاعل يلي عم بجيب ولد على هالمجتمع يلي بده يامن مستقبل هالدوله والعمل بهالمجتمع عم بيعمل دور هون كمان. وبالتالي المؤسسات يلي عندها سياسه واعيه وعندها وعي على هالامور صارت عم تعتبر انه هيدا اضافه للشغل، صاروا مثلا بيعطوهم للنساء العاملات الامهات عمل يكملوه ببيتهم. صح. عم بيعطوا الرجال عطله ابويه اكثر لحتى يتقاسموا، لانه مش بس المراه دورها انه تكون حد الطفل. اليوم صار في وعي اكبر، وهيدا موضوع ثاني، انه الاهل اثنيناتهم شغلتهم التربيه. والبي كمان بحاجه اكيد. صح. أول والبي فترة. بحاجه يبني علاقه وطيده مع هالنيو بورن، مع هالطفل الرضيع، مثل ما الام كمان بتعمل اللي عليها. وبالتالي المؤسسات رايحه بهالاتجاه، المؤسسات الكبرى مثلا amazon.com راحت بهالاتجاه، عم نحكي كوربريتس كثير كبار. ولكن بعدها الصوره النمطيه مسيطره عنا بالمناطق العربيه اكثر، هي مسيطرة وين ما كان بالعالم، بس بعد عنا مسيطرة أكثر. المؤسسات الكبيرة صارت بمراكز العمل، عم بيكون في حضانات طبعا، تجي بتجيب مع اولادها بتحطهم تشتغل. صح. بتأمن تنزل بتشوفهم بالنهار على البريك. هدول لأنه وعيوا إنه الأمومة لا تحد من قدرات المرأة، بالعكس بتصير بتفكر بطريقة متعاطفة أكثر بتأمين الشغل، بتصير عندها حس المسؤوليه بيتغير الى الافضل، يعني مش بس، وبتقدر تقسم يعني. والشركات عم بتساعد هالامهات العاملات انها تو هاف ات اول، اذا بدك انه يكون عندها الوقت لاولادها ولعائلتها وتكمل بمكانها بالشغل. هلا نحن بحاجه انه المؤسسات تعمل سياسات، تعدل بسياساتها. اول شيء اليوم رح نحكي يعني عن بعض الامور، رح نكمل بالحلقه الثانيه عن الحلول، يعني مش بس لازم نعرض المشكله، لا بدنا نلاقي الحل. صحيح. اكيد هذا صحيح. من الحلول يلي اول شيء لازم نعملها نعرف كمؤسسه انه عندنا صور نمطيه عن دور المراه بالعمل، نعترف يعني اول شيء لنصلح بدنا نعترف. بدنا نعترف ومش بس على مستوى اداري، يعني انا بعرف مؤسسات كبيره اخذ القرار بالغاء التفرقة الجندرية. عظيم. وبعالمنا العربي للصراحة. ولكن إذا القرار واقف عند المدير العام وجماعة صغيرة حوله واخدين القرار إنه إيه بدنا نعمل هيك، بس ما في متابعة مع كل المؤسسة، في مشكلة. إذا ما في
اعتراف من الكل انه عندنا صور نمطيه ثقافيا متجذره فينا عن الجندره ضد النساء ما رح يمشي شيء. فاذا اول خطوه مطلوبه منا كمؤسسات بروفيشنال هي انه نعترف انه عندنا صور نمطيه جندريه. وعلى فكره الجندره مثل ما بتاذي النساء بتاذي الرجال طبعا. بالعمل يعني مثلا اذا شخص لطيف بالعمل وامين وهادئ وما بيصرخ وما بيعيط على الارجح غادة على الارجح ما راح يتقدم ويتبوأ مراكز اداريه بيعتبروه ضعيف. هي كمان جندره ضد الرجل. يعني لما عم نحكي تفرقة جندرية مش عم نحكي تفرقة جنسية لا. انه فقط لانها مرأة ورجل ابدا لانها امرأة. المرأة والرجل عندهم هن ضحايا هالصور النمطية الجندرية. الجندرية هي الهوية تبع الشخص مش بس شكله الجنسي الخارجي. كمان الرجال بيتأثروا بالجندرة اذا لانه مثلا ما بيعطون عطل لما بيصير عندهم اولاد صح هن ضحايا هالصوره الجندريه اللي انت باي انت مش بحاجه تقضي وقت مع هالطفل يلي خلقان قد مرتك، مرتك لانه هي المكنه اللي بدها ترضع وبدها تغير، انت مش مضطر، انت بتجيب الميل، انت بترجع على شغلك عادي عادي. كمان هن ضحيه الرجال. اذا بدنا نعمل هالاسسمنت، بدنا نشوف مثلا الشركه اللي بتشوف انه عندها 35% نساء و65% رجال عندها مشكله. اللي بتشوف انه عندها 3% بالمراكز الرفيعه نساء والباقي رجال عندها مشكله، بدنا نشوف شو المشكله. النساء منا اقل قدره اليوم بعالمنا اليوم من الرجال، خلصنا يعني اذا حدا بعدها عنده انتبه هيدي صوره نمطيه عندك يعني موجوده. بدنا نشتغل عليهم. اذا اول شيء بده يتم الاعتراف بوجود هالصور النمطيه. وثاني شيء بدنا نوزع هالمعلومات يلي جمعناها عن الصور النمطيه على كل اقسام مؤسساتنا، على المدراء الفروع، على مدراء الاقسام، على الاتش ار خاصه، على اللي بيتعاملوا هن بشؤون الموظفين، ونفسر انه نحن امام معضله وهلا بدنا ناخذ القرار لحتى ننتقل للمرحله الثانيه. كيف ننتقل للمرحله الثانيه؟ بنخبر بالحلقه الجايه. هيك بعمل سسبنس. خواب كنت سسبنسيو. ثلاث نقط تنرجع نلتقى فيك اكيد نهار السبت يوم الاثنين. نحن اليوم الاثنين الخميس. الخميس خميس نهار الخميس لكن رح نتابع بهذا الموضوع. ميرسي تانيا يعطيك الف عافيه. خليكم معنا بريك ومنرجع منتابع.